السلام عليكم. طب يا الصوت واضح عنده يكتب واحد. تمام. أعرفكم بنفسي، أنا لمياء ناصر محمد، بكالوريوس خدمة اجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المذاكرة المثالية الفعالة بمناسبة الامتحانات قربت، يعني إن شاء الله كل يجتاز الامتحان بتفوق مش أي نجاح وخلاص بإذن الله. يعني نبتدي بسم الله ونتوكل على الله. طبعا احلى حاجة في الدنيا ان الواحد ينجح ويحس بشعور النجاح، معايا ولا مش معايا؟ في احلى من انك انت تنجح؟ يا سلام بقى لو النجاح ده الناس كلها بتقول عنه ده شيء مستحيل. جاهزين للامتحانات ولا لأ؟ لأ. لأ إن شاء الله تكونوا جاهزين إن شاء الله. طيب اول حاجه، اول بدايه تانية، يعني كل يبقى مجهز كده ورقه في ايده وقلم كده عشان يكتب معايا. حاضر. تمام. طب كده الصوت حلو، الناس كده في الصوت حلو. طيب حاضر. ثواني. كده تمام؟ تغير كده صوت كويس صح؟
لكن عليك بالاستمرار. الصوت كده كويس؟ طب الحمد لله. نبدأ بقى أول حاجة، كله جاهز ورقة وقلم؟ الفيديو طيب تمام. أول حاجة هنحسب الوقت اللي فاضل بين دلوقتي وبين الامتحان، يعني نشوف دلوقتي قدامنا مثلا الامتحان 2 أسبوع 3 أسابيع، ونبتدي نحط لنفسنا جدول هنمشي عليه. هنبتدي نحط جدول لينا هنمشي عليه، تمام؟ يبقى أول حاجة هنحسب ايه الوقت، تمام، عشان انك تعرف وقتك ده مهم جدا. يعني لو انت مش حاطط لنفسك مثلا كل مادة، لو انت مثلا بتدرس 8 مواد، ما حطيتش لنفسك لكل مادة مثلا 3 4 ايام انك انت تخلص المادة دي، وفعلا في 3 4 ايام ان انت هتقدر تخلص المادة دي، يبقى انت كده مش هيبقى عندك تخطيط تمام، وبالتالي مش هتقدر تحقق ان انت تخلص المادة دي قبل الامتحان، صح ولا مش صح؟ تاني حاجة هنحط هدف قدامنا. يعني ايه نحط هدف قدامنا؟ يعني انت داخل تمتحن ليه؟ كده الصوت حلو؟ تمام. انت داخل تمتحن ليه؟ يعني احنا داخلين الامتحان ليه؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال ده، ليه انت داخل الامتحان؟ عشان تتعذب؟ لا مش عشان تتعذب، لا ولا عشان النظام كده خالص، لازم يكون ليك حلم، يعني مثلا نخلي ليك نية النجاح، مثلا انك تفرح بابا وماما مثلا. تمام، استفاد منه وهتطبق اللي خدته، ماشي. هنتفق مع بعض على حاجة، ان انت تخلي هدفك كبير قوي. حلو قوي، جبت تقدير كويس، جميل، هدف حلو قوي. في ناس بتقولي احنا ننجح بس ننجح بس ننجح. ليه؟ لا، هدفنا يكون كبير، وكل ما كان الهدف كان كبير كل ما انت هتشجع نفسك ان انت توصل له اكتر. يعني مثلا خلي هدفك مثلا تجيب جيد جدا، او لو انت في ثانوية عامة مثلا تجيب 98. لا مش للطلبة بس، للطلبة والخريجين زي حالتي كده ان شاء الله. خلاص، يبقى هنخلي هدفنا كبير عشان نوصل ليه، لازم يستحق ان انا اوصل ليه. يعني انا اخلي هدف كده يليق بيا، يعني مش انجح كده وخلاص. اي حاجة اي حاجة احط ليها هدف، مش لازم مثلا انك داخل الامتحان بس.
تمام. وخلي بالك لما تيجي تحط الهدف قدامك يا ريت تكتبه عشان تبقى قدامك على طول، وبعدين عيش الهدف بأحاسيسك وتخيله كده ان هو بيحصل دلوقتي انت فيه. تخيل نفسك كده ان الدنيا كلها بتسقف لك وانك بتتكرم واكتست جميع المراحل وبقيت من الأوائل. ليه ما بقاش من الأوائل؟ ليه؟ ليه ما كنتش أنا الأول أصلا؟ مفيش حاجة ناقصاني صح؟ مفيش حاجة ناقصاني إلا الإرادة والإصرار إن أنا أوصل للهدف. تمام؟ طيب نيجي بعد كده نقطة مهمة جدا اللي هي دي، ابتعد عن المحبطين. يا سلام بقى عن المحبطين. حوالينا في كل مكان صح؟ تقريبا من البيت بيبدأوا صح؟ بص من وين تفكيري كده يعني بابا وماما، بابا وماما يقول لك ايه؟ يا غبي يا غبي يا ابني افهم، انت ليه مش بتفهم؟ ويحسسوك ان انت يعني فعلا انت بقيت غبي، يعني انت خلاص مفيش امل في الفهم دي. تيجي في المدرسة انت ما بتفهمش صح؟ خلاص اتبرمجت عقلنا على ان احنا خلاص كده، احنا كده ضايعين مش نافعين السنة دي. ربنا يسامح. لا ما تتأثرش بيهم، خلي المحبطين اللي حواليك دول حافز ليك، حافظ ان انت تنجح. قول لهم كده طب انا بين انا وبيني وبينكم من النتيجة، اما اشوف هحقق هدفي ولا لا. موافقني في الرأي ده؟ صح. وبعدين خلي بالك من حاجة، الافكار اللي انت هتفكر فيها بالصورة اللي انت هتفكر فيها هي اللي هتجيلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي طول ما انا بقول لنفسي انا نفسي ان انا بجد اجيب جيد جدا او اجيب امتياز، بس الموضوع ده صعب، بس صعب دي الدنيا ضاعت. ليه؟ لانك انت بتهدم عزيمتك، بتقلل من شأنك قدام نفسك. يعني مهما هتقول وتيجي بعديها على طول تقول بس انا مش هقدر اعمل كده، يبقى انت فعلا مش هتقدر تعمل كده. انت التحفيز لنفسك لازم يكون في تحفيز طبعا صح، الإرادة والعزيمة اساس النجاح طبعا طبعا جدا. خلي بالك اللي انت هتعيشه بجد في تفكيرك من جوه قلبك ان انت حاسس فعلا انك هتوصل له، هتوصل ان شاء الله هتوصل. انت صحيح ما تقدرش تتحكم دايما في الامور اللي بتحصل حوالينا، لكن هتقدر انت تتحكم في فكرك انت، في تصرفك انت نحو الوضع الحالي. يعني مثلا ما تقولش الظروف لا والله اصلا مش هقدر، لا اصل خلاص الدنيا خلاص فاضل كام يوم والامتحان هيبدأ، يعني اللي ذاكر ذاكر. لا لا خالص، انت لو انت فعلا قررت ان انت هتبتدي من دلوقتي صح هتبتدي، وان شاء الله هتوصل اللي انت عايزه. تمام. القواطع بقى لما تيجي بقى قبل ما نبتدي المذاكرة كده نبتدي نبعد خالص عن القواطع دي. ايه هي القواطع دي؟ القواطع دي الحاجات اللي بتشتتك وانت بتذاكر، او بلاش وانت بتذاكر، وانت بتعمل اي حاجة في الدنيا ابعد عن القواطع دي خالص. من ضمنها التليفون، زي ما انتوا عارفين التليفونات ايه، يعني
كل شوية ألو، وبالذات ساعة الامتحانات بقى الأصحاب بيتصلوا ببعض، أنت عملت إيه وأنا عملت إيه، طب أنت حليت النقطة دي؟ لأ أنا محلتش النقطة دي. لازم يكون جنبك. طب ماشي خليه جنبك. تمام، حلو أوي اللي بيقفل موبايله وهو بيذاكر. تمام شكرا ليك أستاذ تامر. طيب تمام، هنتفق على التليفون لازم يبقى، يعني مش هقولك بعيد، يعني مش بعيد خالص، يعني اعمله على الأقل صامت وحطه في حتة مش انت تشوفها لغاية ما تخلص المذاكرة بتاعتك أو لغاية ما تخلص اللي في ايدك ده. تمام، ليه بقى؟ لأن من ضمن القواطع اللي هي التليفون ده، طب مفيش أي مشكلة. تمام، إن شاء الله بإذن الله. لا ولا يهمك أستاذ. طيب التليفون، نرجع تاني للتليفون. التليفون ده لازم يكون صامت وبعيد جنبي، يعني حطه مثلا تحت المخدة كده، لعله خير إن شاء الله. حطه جنبك كده تحت المخدة، يعني إن أنت ما تشوفوش خالص لغاية ما أنت تخلص الوقت اللي أنت محدده لنفسك إن أنت هتخلص فيه المذاكرة أو المادة أو أي حاجة في إيدك دلوقتي. تمام، ليه بقى؟ بالذات في المذاكرة، إن زي ما قلت لكم إن إحنا بنقعد، أنا كنت بعمل كده الحقيقة، بنقعد نتكلم بعض ونقول طيب لأ أنا عملت كذا. طب تمام، لا انا ما ذاكرتش دي، طب انتي ذاكرتيها؟ لا ما تذاكرهاش، وفي الاخر ما بنذاكرش حاجه، صح؟ لا ما تطلعهوش عشان تتاكدي. لا ما تطلعهوش عشان تتاكدي، اقفليه خالص. اللي مش هيقدر ان هو ما يستحملش ان هو كل شويه يبص فيه، اقفله خالص وبعده خالص عن الاوضه. تمام، بيحصل كل يوم. ايوه انا كنت عايشه الموضوع ده. يبقى خلاص التليفون يتقفل تمام، وبالذات ساعة ما هاجي، يعني اخلي مثلا ساعتين ليا هقعد فيهم، يعني اقعد فيهم بكل تركيزي. تاني حاجة من القواطع الفيسبوك. هنتخانق بقى دلوقتي، صح؟ الفيسبوك ده يعني حاجة جامدة جدا بصراحة بتاعة المذاكرة. الواحد يقولك ايه، تذاكر قدامه. لا ما بنذاكرش قدامه، ده خطر جدا. ليه بقى؟ كل شوية استنى كده ما اشوف حد علق على الحاجة بتاعتي ولا لأ، واشوف طب ايه الجديد، واقعد ابص كده صح، وبحس ان انا مش مذاكر حاجة. بتحصل صح؟ لا احنا نقفل الكمبيوتر خالص خالص نهائي، يعني محدش يقول لا انا ولا هو اسيبه. طيب لا مش هتقدر. ليه؟ عشان كل شوية هتبقى عايز تبص ايه اللي بيحصل. ومن ضمن القواطع كل شوية مثلا هقوم اجيب، اصلا نسيت اجيب مثلا الكشكول بتاعي بتاع المادة دي، كان فيه حتة كده كنت كاتباها. طب انا ايه مشرب؟ طب مش عارف حد بينادي عليا. طب استنى كده اشوف، يمكن بابا كان عايزني اعمل اي حاجة، او كل شوية اكل صح، او اجيب حاجة كلها انا جعان. لا انت قبل ما تخش تذاكر، لا ما تذاكريش وانت جعانة. حطي جنبك كل حاجة، حطي المية، حطي الحاجة اللي انت هتاكلها، اي حاجة متعلقة بالمادة حطها جنبك. ما تخليش حاجة تقومك من قدام المذاكرة بتاعتك إلا بعد ما تخلص، إلا بعد ما تخلص المادة اللي انت هتعمله في الوقت ده، اللي انت حددته لنفسك انك هتعمله في الوقت ده. تمام، خلي بالك ان الحاجات دي بتشتت الذهن جامد، وفي الآخر بتلاقي نفسك بتلاقي نفسك مش مركز في اللي انت ذاكرته، وتحس ان انت ما ذاكرتش حاجة، صح؟ مش ده بيحصل؟ هتجيب المطبخ جنبك. ماشي.
قبل بقى ما قبل ما نخش في موضوع بقى ان احنا هنبتدي نذاكر المكان، عايزين نتكلم على المكان. المكان دايما عايزينه يبقى مرتب. يعني ايه مرتب؟ يعني بقدر الامكان انظم حاجتي، ما خليش الحته اللي هو بذاكر فيها فيها دوشه كتير زي ما بيقولوا. تمام، انتوا كله سامعين؟ الصوت واضح؟ طيب تمام. طيب المكان هخليه مرتب قدامي، يعني مخليش المكتب عليه كتب كتير ملهاش اي علاقة بالمادة اللي انا بذاكرها، هي المادة بس اللي قدامي. وحواليا يكون نضيف كده وجميل وفي تهوية جميلة والإضاءة تكون واضحة. ليه؟ عشان عينيا ما تتعبش. طيب تمام، عشان عينيا ما توجعنيش او تتعب. طب في يعني حد يقولي طب انا عينيا هتتعب من ايه؟ نعم، انا قاعد في اوضه فيها نور وجميل، بس انا هتتعب من ايه؟ اقول لك انا عندي هتتعب من ايه. يعني مثلا لو احنا في المواصلات مثلا وبتيجي تقعد جنب الشباك قاعد اهو ما بتعملش اي حاجه، بس عينك رايحه جايه على الناس اللي انت شايفها والمناظر اللي انت بتتفرج عليها وكل ده، لما بتنزل من المواصلات تحس ان انت تعبان. تمام، صح ولا انا بحس الاحساس ده لوحدي؟ تمام. ليه بقى؟ لان عينيا شغاله رايحه جايه رايحه جايه، قاعده اشوف الرايح اللي جاي. زي بالظبط مع الكتاب، عينيا تبقى رايحه جايه رايحه جايه. فعينيا لو ما كانتش الاضاءه كويسه عينيا هتوجعني. الاضاءه كويسه مش ان انا اقعد في اوضه فيها نور وبس، لا، يعني النور اللي هيبقى على الكتاب ما يكونش جامد قوي وما يكونش يعني خافض قوي، يكون عينيا مستريحة. طبعا صح، وضع الجلوس هنجيله دلوقتي، الجلوس شكله هيبقى عامل ازاي. تمام، شكرا يا نسمة. طيب والمكان يكون ثابت، ويفضل يعني يكون اتجاه القبلة من أمكن يعني، وما يكونش قريب من المكان اللي انت هتنام فيه بقدر الإمكان، ما يكونش قريب من الحتة اللي انت بتنام فيها. نيجي بعد كده لوقت المذاكرة. وقت المذاكرة ده ايه؟ ان انت هتحدد لنفسك في الاوقات اللي هقولها لكم دي، اكتبوها معايا لو سمحتوا. معلش، افضل وقت للمذاكرة افضل وقت من الساعة 3 بالليل، مفاجأة صح؟ من الساعة 3 بالليل لغاية الساعة 8 الصبح. تمام، وفي من الساعة 1 لغاية الساعة 7 برضه. طب اشمعنى الوقت ده بالتحديد؟ تاني، حاضر، من الساعة 3 بالليل لغاية الساعة 8 الصبح، وفي وقت تاني من الساعة 1 بالليل لحد الساعة 7 الصبح. تمام؟ تمام، صح. طيب اشمعنى الوقت ده هو أفضل وقت للمذاكرة؟ هقول لكم ليه. عشان خاطر الطاقة الكونية في الوقت ده بتكون عالية جدا، فجسمك بيكون وعقلك كمان بيكون جاهز لاستقبال المعلومة، وبتكون مرتبة على حسب ما انت ما بتدخلها. تمام كده، وبيعمل من الساعة 1 لغاية الساعة 3 العقل بيعمل ترتيب وتنظيم للمعلومة
فده من افضل الاوقات ان انت ممكن تذاكر فيها. وانت بتذاكر كمان في الوقت ده بتحس ان انت بتحصل اكتر، صح؟ صح، مش انتوا بتحسوا الاحساس ده؟ تحسوا ان انتوا فعلا ذاكرتوا انجزتوا حاجة؟ كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، خصوصا بعد الفجر فعلا، كان بيقول بوركت امتي في بكورها، يعني ربنا جعل البركة، ربنا جعل البركة في وقت الصبح ده. ممكن يعني حتى لو نلاحظ كده في الفلاحين في الأرياف دايما بيستغلوا الوقت ده في فترة الشغل بتاعتهم، صح؟ اه، بس في الوقت ده الكل بينام وبحس اني عايزة انام. هقولك ليه دلوقتي، عشان خاطر
طب تمام كده، تمام. طيب عشان في الساعتين دول، حاضر والله، تمام اقصد تتظبط اهو. عشان في الساعتين دول زي ما قلت العقل بيتعب مني، بحس ان انا عايزة انام او مش قادر، خلاص مش قادر، تعبت من الكتاب عايزة اقوم فعلا. في الوقت اول ما تحس ان انت خلاص تعبت ومش قادر بعد الساعتين، قوم على طول، ما تستمرش، يعني ما تخليش تقول لا هخلص دي، لا قوم خد لك بريك كده 10 دقايق وارجع تاني. في البريك ده يعني مثلا اعمل تمارين، اطلع بره في البلكونه شم حبه هوا كده وجدد الاكسجين تاني، وارجع اتمشى كده وارجع تاني. ليه؟ عشان تجدد نشاط عقلك. اوكي، وما تقللش عن ساعه عشان تلحق تقعد، يعني تلم حاجه، يعني تجمع حاجه. يعني في ناس تقول لك ايه، طيب انا ماشي انا هذاكر ربع ساعه واقوم، يا سلام. وفي ناس تقول لك لا هو نص ساعه حلو قوي على الماده، صح؟ في ناس هنا كده. لا طب الحمد لله شاطرين، الحمد لله. طيب هنخش بقى في بدائيات المذاكرة الفعلية، يعني اللي هعمله فعلا وانا قاعد بذاكر. زي ما قلنا هنحط المادة واحدة، هنستخدم الألوان. النقطة دي مهمة جدا جدا، استخدام الألوان دي بتخليك تفتكر أسرع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا مثلا لما بنيجي نذاكر، في ناس كتير بتستخدم لونين بس في المذاكرة، الأبيض والأسود. الأبيض الورقة المحطوطة قدامنا، والأسود الكلام المكتوب عليها، صح؟ لا الألوان بقى ايه؟ في ألوان والقلم الرصاص وهو أسود برضه ميزة. طيب هقول لكم دلوقتي، الألوان بتخلي ايه؟ يعني مثلا في اللون الأصفر بيخلي نشاط العقل في استرجاع المعلومة عالي جدا، بينشط الذاكرة. يعني انت لو احنا شفنا كده، رجعنا زمان كده شوية، العرب زمان كانوا بيحفظوا اكتر من دلوقتي، صح؟ ليه بقى كانوا بيحفظوا اكتر من دلوقتي منا؟ وكان عندهم قدرة عالية للاسترجاع. حلو، البرتقالي برضه، تمام جميل. الاورنج ده لون برضه محفظ برضه. طيب ليه بقى العرب كانوا زمان بيسترجعوا المعلومات اكتر مننا دلوقتي، او بيحفظوا اسرع مننا؟ ليه؟ عشان كان اغلبية حياتهم عايشين وسط الصحراء، والصحراء لونها اصفر، صح؟ الاصفر الشمس، صح، تمام. والجبال والرمل، تمام. طيب فاللون الأصفر الفسفوري بيساعدك إن أنت تنشط الذاكرة عندك بسرعة. وفي اللون الأحمر، وده لون لافت للانتباه، واللون ده بيستحب يعني إن احنا نستعمله مثلا لو في تعريف مهم قوي، يعني حدده كده باللون الأحمر، أو مثلا نقطة مهمة حددها باللون الأحمر. ليه؟ هتتربط في ذهنك على طول. تمام، الأزرق. الأزرق لون هادي، بيهدي الأعصاب زي لون السماء. هو في يعني الألوان مجالها واسع، ده مش موضوعنا دلوقتي، بس انا بقول لكم يعني اهم حاجة ان انتوا تستخدموها في المذاكرة ايه.
ان شاء الله قريب باذن الله نعمل موضوع الالوان ده ان شاء الله باذن الله. في حاجه بقى حلوه اتعلمتها قوي، لما تيجي تذاكر يعني مثلا كل نقطه خلي ليها رسمه غريبه. ليه اخلي جنبها رسمه غريبه؟ يعني نذاكر الاصفر، لا حدد النقط بالاصفر. يعني انا في صفوري كده مثلا في نقطه مهمه الدكتور مركز عليها، طيب ماشي اروح مخطط عليها باللون الاصفر في صفوري ده، ولو نقطه مهمه قوي اعملها بالاحمر. اي قلم تظليل بالظبط. طيب انا قلت الكوش لسه كملت الكوش على النقطه، تمام ما كملتلكوش النقطة بتاعة الرسمة الغريبة، ان انتوا تخلوا لكل نقطة بتذاكروها رسمة غريبة. كل ما كانت غريبة كل ما كان درجة الاسترجاع ليها هيبقى اسرع. ليه بقى؟ عشان لو نسيت الكلام مش هنسى الصورة. بالظبط بتثبت، تمام بتثبت. اشكرك استاذة ايناس، استاذة ايناس. لان اي حاجه غريبه العقل بيفتكرها على طول، كل ما كان الشكل هيبقى اغرب كل ما انت هتفتكر اسرع. تمام كده. تمام اكتب مدون العلم بالكتابة، وأقول لكم على موضوع أكتب ده يعني لا مفر منه بصراحة. يعني احنا يعني دلوقتي الأغلبية بيجيب ملازم صح؟ طيب والملازم بتكون فيها الوانات ملخبطه وتحس ان الدنيا داخله في بعض، والشفرات بقى المحطوطه بقى انتوا عارفين بقى الكلام ده، وتحس ان انت خلاص عينك يعني خلاص مش قادره، ان يعني انت اساسا انت تعبان في المذاكره وفي نفس الوقت مش عارف تذاكر. طيب الحل في الموضوع ده ايه؟ ان انا اكتب والخص بايدي. احسن حاجه اني الخص بايدي، وهستخدم الالوان زي ما قلنا. لا بس بتنسي صح؟ صح يا زهراء بتنسي، بتذاكري من غير ما بتكتبي جزء كبير بس بعد كده بتنسي صح؟ بس بيثبت. طيب ماشي. طب احنا قلنا هنكتب وهنلخص بايدينا، لان كل ما انا لخصت بايدي مش هنسى اللي انا كاتباه. هي بتاخد وقت صح، العلم سيد والكتابة سيد صح. تمام شكرا أستاذ ماجد، معلومة جميلة على فكرة. طيب يبقى خلاص هنخلي مادة واحدة بس قدامنا، هنستخدم الألوان زي ما اتفقنا، هكتب وألخص بإيدي. وبعدين موضوع الكتابة ده هيساعدنا في كمان إن احنا هنستخدم ألوان، لأن لو انت عملت ألوان فوق ألوان الملزمة أساسا يعني الدنيا هتبقى يعني ضايع خالص. نيجي للنقطة اللي بعد كده، الصوت. الصوت بقى يعني لو استخدمنا الموضوع ده بجد هيفرق معانا كتير، بجانب الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. ايه موضوع الصوت ده؟ ان انا مثلا
اجيب التليفون بتاعي او ايا كان اللي هسجل فيه، تمام، وهسجل المادة وانا بذاكرها. يعني ايه؟ يعني هحط مثلا الكاسيت كده جنبي او الموبايل ايا كان الحاجة اللي هسجل عليها، واحطها جنبي واذاكر بصوتي واسجل وانا بكتب، يعني مستخدمة اكتر من حاجة اهو. وبعد ما هخلص هاجي اسمع اللي انا عملت الملخص بتاعي في الصوت بتاعي، انا هسمعه انا. مش مهم يكون وحش، المهم ان انت عملتها، عملتيها، المهم ان انت عملتيها، بس ما تمسحيهاش، خليها معاكي، هتفيدك والله. تلاقيش تمام. طيب هنخلي زي ما اتفقنا كده، الحاجة هتبقى جنبنا، واحنا بنذاكر هنعلي صوتنا كأن احنا بشرح لنفسي يعني، او بشرح لحد قدامي. على فكرة الموضوع ده بجد بيفرق، بجد بجد بيفرق، اسأله مجرب يعني، بيفرق الموضوع كتير. وبعدين بعد ما هخلص مثلا، انا رايحة درس، رايحة الجامعة، رايحة مشوار، معايا على التليفون بتاعي هسمع في اي وقت في المواصلات. احنا ما شاء الله المواصلات عندنا ايه، ما اقولكوش، بتاخدوا 2 ساعة في الطريق. في حد بياخد اقل من كده؟ لا، اي مادة، اي مادة انت بتذاكرها، اي مادة بتذاكرها. الرياضة تسجلها ازاي؟ هقولك. الرياضة مسائل، انت قصدك على المسائل، لكن انت ممكن تحفظ قوانين. لا، المسائل عايزة تحفظ قوانين وهتفهمها. دي ما بتذاكر، لا بتذاكر، ازاي ما بتذاكرش؟ بتذاكر، ايوه بتتفهم، صح بتتفهم، هتحفظ قوانين وتفهمها هتطبق ازاي، وهتطبق عليها في كتر الحل، يعني حل مسائل كتير، بس القوانين هتسجلها يعني عشان بتراجع باستمرار فيها. والرسومات طبعا مش هتعرف، لو في كيمياء او فيزياء او احياء، في رسومات مش هتعرف ان انت طبعا تسجلها، فدي هتبقى معتمدة على النظري. بس انا بتكلم دلوقتي على النظري، مش السمعي قصدي، مش النظري يعني. الرسومات والحاجات دي لازم ورقة وقلم، وابص فيها كويس جدا واتمعن النظر فيها واركز فيها، وبعد كده انا اسمعها لنفسي باستمرار. والرياضة لازم احل مسائل باستمرار، بس القوانين هحفظها وهفهمها. تمام. تمام. طب بمناسبة الرياضة بقى، في قصة كده احكيها لكم. كان عالم رياضيات، كان هو في الجامعة دخل المحاضرة زي حالتنا كده، بيبقى ايه، تعبان ومش قادر ونام. في ناس بتنام، صح؟ ايوه. هو دخل زي الشاطر المدرج وقعد ونام، عينه خلاص يعني مش قادر، يعني تعبان عايز ينام، فنام بعد المحاضرة تكون مملة شوية. ونام، وفي آخر المحاضرة صحي لقى مسألتين على السبورة نقلهم، روح البيت عايز يحل المسألتين دول، هو فاكرهم واجب. فقعد في مسألة واحدة بس 4 أيام بيحل في مسألة واحدة بس، يروح المكتبة يجيب مراجع، ويعني كان في حوالي ال4 أيام دول مكانش بيذاكر هي المسألة دي بس، كانش بيعمل حاجة تاني في حياته ولا كده. وجي المحاضرة اللي بعدها
بيسلم الواجب بتاعه، فبيقوله الدكتور ايه ده، بيقول له ده الواجب اللي انت اديته لنا المحاضرة اللي فاتت، بس انا اسف جدا لان في المسألة التانية ملحقتش ان انا احلها لان المسألة دي خدت مني 4 ايام، وحل المسألة دي في 4 ورقات، تخيلوا 4 ورقات يحل في مسألة. المهم الدكتور يعني انبهر بحل المسألة، فقال له على فكرة المسألتين دول ما كانوش واجب، دول كانوا المسائل اللي عجز عنها العلماء في حلها. فتخيلوا ان هو الطالب ده حل المسألة المسائل اللي عجز عنها العلماء ان هما يوصلوا الحل ليها. ليه؟ عشان حاول. ايوه عشان ايه؟ ربنا نوت النافع. لو كان صاحب كان فعلا ما كانش حلها، لانه خلاص قال طب ما فيش حد حلها انا اللي هحلها، صح؟ زي في ناس منا كتير كده تقولك يعني هو كل الناس دي معرفتش توصل، مثلا من اصحابي يعني معرفتش توصل لدرجة الامتياز وانا اللي هوصل، تمام؟ مش احنا ساعات بنكلم نفسنا كده، او لما اجي اعمل اي حاجة غريبة شوية يقولك انت بس اللي فيهم اللي هتعملها. عشان كده بتنوموا انتوا وتذاكروا. ماشي. لا، نقطة المحاولة ما يقف، ما اقولش ما هو غيري ما عملهاش، لا في ناس عملتها، زي مثلا كان لاعب جري اسمه ايه، روجر يان فانيستر تقريبا، حاجة زي كده. المهم ان البطل ده كان بطل عالم في السباق، سباق الجري، قرر ان هو يجري 100 متر في 3 دقايق. تخيلوا 100 متر في 3 دقايق ازاي. طبعا واحد من المعلقين زي حالات المحبوسين اللي عندنا كده، انتوا عارفينهم، يقول له ازاي مفيش حد يقدر ان هو يجري 100 متر في 3 دقايق، انت اكيد بتهزر. فهو ما التفتش اللي هما كانوا بيقولوه والتريقة والسخرية اللي كانوا بيسخروا منه فيها، لكن حط هدفه قدامه، قال انا هوصل ان انا اعمل كده، يعني هوصل ان انا اعمل كده. تمام، صح صح جدا صح جدا يا نسمة. برمجة العقل، شوفوا الإصرار إن هو يوصل للهدف بتاعه، إن هو فعلا يقدر يجري 100 متر في 3 دقايق. بدأ في التدريب، وطبعا هو مش كل حاجة سهلة وردي، لازم هنتعب شوية، ما هو لو ما كناش هنتعب مش هنوصل، صح ولا غلط؟ فبدأ في التدريب وفعلا يعني اجتاز الموضوع ده بنجاح، وأبهر كل الناس اللي سخرت مني، وقال لهم أنا قدرت إن أنا أوصل رغم كل اللي انتوا قلتوه، أنا قدرت إن أنا أوصل. فاحنا عايزين نبقى كده، ما اسمعش كل الكلام السلبي اللي بيتقال، انا اسمع صوت نفسي انا، من بلاش انا قوي دي عشان في ناس هتعلق دلوقتي على الموضوع ده، هسمع صوتي انا، صوت من جوايا، من جوايا، من جوا قلبي بيقولي هتقدر، انت هتقدر توصل، يعني هتقدر توصل. ما اسمعش الكلام الناس اللي تقولك لا خلاص الوقت ضاع، اللي ذاكر ذاكر، ولا انت شايف حال الناس عاملة ازاي، انت اللي فيهم، وكلام اللي بيكسر همم. طب كده كويس، كده كويس صح؟ يبقى ناخد مثلا البطل ده، وفعلا ان احنا مفيش حاجة هتوقفنا،
وخلي بالك وانت بتكلم نفسك، شوف انت بتقول ايه لنفسك عشان عقلك هيصدقه. يعني لو كلمت نفسك ايجابي يا حبيبتي انت هتوصل اللي انت عايزاه، ايوه انا اقدر، مهما هيحصل انا هقدر، هتوصل باصرار وعزيمة. تمام. طب تيجي نتفرج على فيديو وبعدين نرجع نكمل تاني، ايه رأيكم؟ ولا نكمل ونخلي الفيديو في الآخر؟ طيب في ناس عايزة في الآخر وفي ناس بتقول دلوقتي. طيب نكمل نكمل ونخليه في الآخر. ماشي. نخلي بالنا بقى واحنا بنقعد نذاكر بنقعد ازاي. انت وانت بتذاكر بتقعد ازاي؟ بتقعد زي ده؟ بتقعد زي ده واحد ولا اتنين؟ يعني ما بتعرفش تقعد زي واحد، بتقعد زي اتنين، ولا بتقعد ازاي؟ طب استاذ ماجد ماشي. طيب هنخش في موضوع الفلوس ده على طول. واحنا بنقعد نذاكر، طب كويس تمام ماشي، نخلي دايما كعب رجلينا على الأرض. اوريك الصورة الصح دلوقتي، ساعات على السرير، لا نحاول نبعد عن السرير يعني بقدر الامكان. يعني دي اول واحدة، دايما كعب رجلك على الارض وظهرك طب كأنك قاعد مستريح كده، يعني ما تخليش نفسك قاعد 90 درجة زاوية 90 كده، هتتعب. يعني زي مثلا في ناس بتقعد تقولك لا انا احب اقعد على السفرة عشان خاطر ابقى صاحي ما نامش، وفي ناس بتقعد بالقعدة الأخيرة دي صح؟ القعدة دي غلط جدا عشان ظهرك، هتتعب وبعدين دماغك وتقريبا جسمك كله من فوق نايم على الكتاب، يعني تحس انك لما تيجي ترفع عينك خلاص انت مش قادر. احنا ممكن نقعد قعدة زي دي بس مش لازم على كرسي، يعني ممكن لو انا قاعد مثلا بذاكر على كنبة الانتري مثلا اقعد يعني مستريح شوية، بس مش لدرجة ان انا ههيأ نفسي للنوم. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. ما اقعدش القعدة دي خالص اللي هي دي اللي انا اقصدها، شوية شوية تلاقي الكتاب خلاص وقع منك وانت في دنيا تانية. تمام. وانا بذاكر ازاي اعمل ليا رابط في المذاكرة؟ يعني ايه اعمل ليا رابط في المذاكرة؟ يعني اربط المادة بحاجة معينة، ساعة ما اجي
مثلا امتحنها افتكر بسرعة الحاجة دي تفكرني. طيب تمام، ممكن البس لبس، هلبس لبس ليه لون معين في مادة، يعني مثلا هذاكر مثلا علوم، علم نفس، علم نفس، خلينا في علم نفس، هذاكر علم نفس، اخلي مثلا لبسي لونه اصفر مثلا، وانا رايح الامتحان ابقى لابس نفس اللون كنت بذاكر بيه. اخلي مادة رياضيات مثلا لون بني، يعني على النمط ده، كل مادة ليها لون تلبسه. واللبس لما تيجي تذاكر ممكن نحط برفان، بيكون بس طبعا للولاد بس، ها البنات لا عشان ما تخرجش بيه. حرام حرام للبنات، لكن الولاد ممكن تخلي رابط الذهني بتاعك برفان. البنت ممكن تخلي مثلا قلم معين بتكتب بيه. واللبس يكون واسع، يعني انت بتذاكر كده البس هدوم واسعة كده تبقى قاعد مستريح فيها، ما تبقاش ضيقة تخنقك. بقدر الامكان خلي الوانه هادية مفرحة، ما تلبسليش اسود وانت بتذاكر، يعني افضل لون الابيض. اه مش هنروح نعدي. ماشي يبقى اتفقنا كده، هلبس لبس واسع مريح وألوانه فاتحة، عشان الألوان الفاتحة زي ما اتفقنا بتهدي الأعصاب وبتخلي حالة الذهن عندي كويسة، بتريحني بتريحني، هتقبل المادة اللي أنا بذاكرها. زي ما قلنا مش هنذاكر إلا لما أكون ذهني صافي. صافي يعني إيه؟ مش هذاكر إلا لما يكون ذهني صافي، يعني هكون نايم كويس جدا، وهخلي نومي بالليل، مش هنام الصبح. يعني نقلب بقى اليوم، نخلي ليلنا نهارنا، نهارنا ونهارنا ليلنا. مش هتذاكر خالص ليه بس؟ لا لازم، عشان فعلا احصل في المذاكرة لازم اكون نايم كويس، ما لو مكنتش نايم كويس مش هركز. يعني انا مثلا كنت لما كنت باجي اذاكر كنت اعتقد ان انا لو قعدت مطبقه يومين كده حاجه كويسه، بس بفاجئ ان انا الاقي نفسي تعبانه طول النهار ومش قادره اركز، مش قادره احصل حاجه، اللي بذاكره بنساه، اللي بذاكره بنساه.
معلش هو النت مش عارفة فيه ايه. ايوه انا فعلا قلت من الساعة 1 بالليل لغاية 7 الصبح وقت المذاكرة، بس احنا ننام بعد العشاء، يعني بعد العشاء نصلي العشاء كده ونخش ننام. حوالي هتلاقي 6 ساعات او 5 ساعات نوم كويسين، وفي ناس ممكن تخليها لغاية من بعد العشاء لغاية الساعة 2 تبقى نايمة حلوة قوي. نصحى نكمل مذاكرتنا، هيكون عقلي استريح. طيب هيكون العقل مستريح وجسمي فايق، لأن الجسم بيستفاد من النوم بالليل بعد، يعني أصلي العشاء وأنام وأصحى أظبط الموبايل بتاعي، أصحى على مثلا الساعة 2 وأقعد أذاكر، ووقت أذان الفجر طبعا هقوم أصلي، ربنا يكرمنا كده. موضوع الصلاة بقى، قبل ما نبتدي مذاكرة فكرتوني موضوع الصلاة، قبل ما نبتدي مذاكرة نتوضى كده ونصلي 2 ركعة كده، يا يعني منك لربنا، تدعي بقى، تدعي ربنا يكرمك كده ان شاء الله ربنا يفتح عليك. يبقى هننام كويس من صلاة العشاء لغاية الساعة 2 ونصحى نذاكر، وزي ما اتفقنا مش هزود عن 2 ساعة أعدهم على المذاكرة، ونقول دعاء المذاكرة. النقطة اللي بعد كده قبل ما هخش الامتحان هنعمل ايه؟ تعملوا ايه قبل ما تخش الامتحان؟ ده المهم. بنراجع، بتراجع قبل ايه؟ قبل الامتحان بقد ايه يعني؟ فعلا في ناس تيجي تخش الامتحان وقبل ما تخش الامتحان كده تحس انها خلاص ومفيش حاجة في مخها خالص. بتكتشفي حاجات مش في دماغك بيراجعوها. حلوة قوي، مش بتكلم مع حد خالص، حلو جدا اسمه بجد حلو. طيب هنقول مع بعض النقط دلوقتي. اول حاجة زي ما اتفقنا هننام كويس، مش هنزل من البيت لما اكون واكل حاجة موزاية بقى. لا ما هننام كويس، لازم ننام كويس. ما انتي لو ما نمتيش قبل الامتحان هتروحي تنامي في اللجنة. طيب بونبونية بسيطة، اي حاجة مسكرة، المهم ان انا منزلش على ان انا ريقي متغيرش، بشرب مية. تمام، ما هنعرف دلوقتي، هنصفي ذهننا تماما قبل ما ننام بتنفسات هقولها لكم دلوقتي ان شاء الله. ثم خلاص النقط دي، هروح مكان الامتحان بدري بوقت كافي، ما اروحش قبل مثلا اللجنة ما هتبتدي ب10 دقايق. ليه؟ لاني هتوتر. لما هروح قبل الامتحان ب10 دقايق قدام اللجنة بحس ما يعني خلاص الدنيا خلاص ضايعة، الناس قاعدة تقول يا رب، وانتوا عارفين القلق اللي بيبقى حوالينا. اللي باين
والله انا كنت باكلها وانا في اللجنة. مش عارفة ايه صح ولا غلط. بس ان شاء الله هعرف اقول لكم يعني. هي فعلا فعلا كنت بحس ان كنت عاملة اعتقاد كده ان اللبانة بتقلل التوتر عندي، كنت ده مهيئة نفسي كده، كنت مصدقاها يعني. طيب ماشي، هنروح بدري وأريح أعصابي خالص خالص. تماما، استرخاء تام. يا سلام بقى لو في جنينة قريبة منك، يا سلام قاعد مع نفسك كده باشا، قاعد بص للسما والسحاب والخضرة الجميلة وهدي نفسك وطمن نفسك تماما. ايه الامتحان ده؟ مش رايح اشوف عفريت مثلا. هنقول نزاز، نعمل مع بعض كده تمرين استرخاء بسيط خالص. ناخد نفس عميق، وانت تاخد النفس بطنك تطلع يعني تملى بطنك، مش تاخد النفس وانت بتدخل بطنك جوه، خد نفسك من الأنف وانت بتملى بطنك. تمام؟ تمام؟ وخرجه بقوة، خد نفس تاني، خرجه بقوة، خد نفس تاني، خرجه بقوة. أيوة بهدوء، بس بعدين في الأول نخرج بقوة، هنعمل الهدوء دلوقتي. هناخد نفس عميق، كله بيعمل معايا ولا لأ؟ يلا كله يعمل. اوكي ناخد نفس، نعد أربعة واحنا ناخد النفس، هنكتم اتنين ونخرج تمانية براحة جدا. هنكرر الموضوع ده 3 مرات. تمام؟ على فكرة موضوع الاسترخاء بالتنفس ده جميل جدا، حتى ممكن تستخدموه في المذاكرة ساعة ما تتعب المذاكرة وتقوم تريح، اعمل الموضوع ده. تمام، وانا باخد الاسترخاء الجميل ده مثلا قبل ما اخش امتحان بفترة وجيزة كده جميلة، اتخيل نفسي وانا قدام الورقة وايدي شغالة وما شاء الله عليا مش سايب سؤال الا محليته. بجد بجد يعني عيش الحلم ده، عيشه عيشه بكل كيانك، لانك لو حسيت ده وانت مقتنع تماما ربنا هيكرمك ان شاء الله، لانك تعبت وذاكرت هتخش تلاقي الورقة تافهة جدا بالنسبة لك، تافهة جدا يعني، وتخرج الامتحان مبسوط. ايه الكلام الفاضي ده؟ جرب على اقناع. لان التخيل لو انت فعلا بتصدقه لانك عايشه احاسيسك. طب تمام خلاص، هنسترخي قبل ما نخش اللجنة، ومش هراجع على طول قبل ما ادخل اللجنة، لان لما هراجع قبل ما ادخل اللجنة على طول هحس ان انا ناسية كل حاجة، وساعات ممكن الاقي ان انا شايفه حاجات اول مره قدامي اشوفها. لا بيجي صعب عشان انتي تبقي حاسه انه جاي صعب، ووهمه نفسك واقنعه نفسك انه هيجي صعب، لانك بتقولي لنفسك مهما ذاكرت هيجي برضه سؤال صعب، فده اسمه زي قانون الجذب كده. تمام، فاحنا هنقول كل حاجة إيجابية لنفسنا قبل ما نخش الامتحان على إقناع، على يقين، على حسن ظن ربنا هيكرمني إن شاء الله. ربنا قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. تمام ولا مش تمام؟ مش كلامي، مش كلامي على فكرة، ده كلام ربنا. خلي عندنا حسن ظن بالله
وما نراجعش زي ما قلت قبل ما نخش اللجنة على طول، لأن ده بيعلي نسبة التوتر جدا عندي جدا، فبالتالي هنسى. يعني في ناس بتخش الامتحان بتبقى رقابة بتخبط في بعضيها كده نقفل الكتابة بالامتحان قبل الامتحان وانت رايح الامتحان، مش تقفله من بدري يعني. ايوه. وما كلمش حد، ما كلمش حد خالص، ويستحسن يعني اقول لاصحابي مش هنتقابل، وابقى متفق كده قبلها معاهم مش هنتقابل الا بعد الامتحان، ما تقابلش حد نهائي قبل الامتحان، لانك بتحس ان هما بيقولوا هما في دنيا وانت في دنيا تانية خالص، هو مجرد احساس مش اكتر. لا هنتكلم مع نفسنا زي ما قلنا بإيجابية إن شاء الله. لا اتقفل بعض بس ما ترجعوش الإيجابية. هروح اللجنة وأنا في منتهى الثقة بعد جلسة الاسترخاء الجميلة دي، هروح اللجنة وعشت حلمي وشفت نفسي إن أنا بحلم، هروح اللجنة وأنا كل ثقة. طبعا هروح كل ثقة بعد اللي أنا شوفته، أكيد هروح كل ثقة صح. المهم إن أنا هكون عاملة اللي عليا قبليها، مش هتواكل يعني، هكون مذاكر فعلا وعاملة اللي عليا، بتكلم على إن احنا خلاص ذاكرنا، هنروح اللجنة زي ما قلنا ونكون كلنا ثقة إن احنا إن شاء الله ربنا هيكرمنا والامتحان هيجي كويس جدا. وانا جوه اللجنه هسمي الله وهدعي، طبعا هقعد بشكل يريحني، ما اقعدش في ناس تبقى قاعده كده مش عارف، بتحس ان انا مش مستريحه في القعده او متوتره قلقانه، طب انت قلقان ليه؟ ما تقلقش خالص، المراقبين دول بشر طبيعيين زينا خالص خالص. لما اخد الورقة ما هشوفش ورقة الأسئلة إلا لما ابتدي اسطر ورقتي. ليه ما اشوفش ورقة الأسئلة إلا لما ابتدي اسطر ورقتي؟ عشان انا كده بعمل لمخي اقول له استعد، انا دلوقتي هبتدي ان انا هسترجع اللي انا ذاكرته كله صح عشان ما اتخضش. تمام. يبقى هنسطر الورقة بالراحة جدا بكل هدوء، أنا مش مستعجل بس مش هنام يعني في التسطير يعني عشان الوقت، وهاخد ورقة الأسئلة وأشوف الورقة وأقراها بالراحة كلها كده بحب. يعني في ناس بتقولك ما يعني مش كويس إن أنت تقراها كلها، بس أنا عن نفسي بعمل كده، بقراها كلها الاول كده قرايه سريعه جدا، وبعدين امسك اول سؤال، اول نقطه فيه هتيجي على دماغي هروح حلها. في ناس تقولك طب انا بشوف اول سؤال بتخض فعلا وبحس ان انا مش عارف ان انا اكتب فيه حاجه، رغم ان انا ببقى يعني عارف ان انا شفت السؤال ده قبل كده وكنت حافظ اجابته بس ناسي، ده من القلق والتوتر، بتعمل خضة لمخك يعني بيجيله لحظة وقوف كده زي ما بيتقابلك موقف وتحس ان انت مش عارف تتصرف متكتف صح؟ تمام تمام حلو قوي انك تكتب مفاتيح الاجابة على كل سؤال. طب نفترض ان مفيش ولا سؤال جاي في دماغك، نعمل ايه؟ هكتب اسمي، كلنا بنعرف نكتب اسمنا، كلنا عارفين اسمنا صح؟ ده سؤال اهو، هنكتب اسمنا بالراحة خالص. لا مش هسلم الورق. هكتب اسمي وهسمي الله وهقرا بالراحة وهقول الامتحان، هقول له كده كلمه بيني وبين نفسي، هقول له مش انت اللي هتعجزني، انا مذاكر وواثق من نفسي وهجاوب دلوقتي حالا.
ما توقفش عند سؤال انت ما تعرفوش، جيب اللي بعده على طول، اكتب اللي انت تعرفه. مع ما انت بتكتب هتفتكر الإجابة لوحدك، صدقني بجد. تمام، لأن كل سؤال انت بتحله بتفتح في مخك الفايلات بتاعت المادة دي، او السؤال ده انا شفته في الحتة الفلانية، او اجابته كانت كذا، وهتفتكر وانت قاعد كده بتفتكر. تمام، المراجعة، المراجعة قبل ما تسلم الورقة مهم جدا 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 لأبعد الحدود. يعني أنا شخصيا في مواد ما كنتش براجع فيها، وبخرج بره اللجنة بكتشف حاجات جميلة جميلة جدا. ممكن بكون سايبة سؤال، ممكن بكون ناسية سؤال فعلا، ما براجعش الورقة. بتحصل ومش بتحصل؟ في ناس، حد هنا نسي سؤال قبل كده؟ كتير. لا، هنراجع ان شاء الله، هنراجع كأننا بنحل الامتحان من اول جديد، نمسك سؤال سؤال كده ونشوف اجابته. ممكن تضيف اجابة، يعني ممكن مع المراجعة دي تزود درجاتك، صح ولا غلط؟ مش ممكن؟ ممكن ان انا افتكر اجابة تانية؟ ايوه، قصدي يعني ممكن ان احنا نسيب نقطة، ما اكيد مش هسيب سؤال كله، يعني لو يعني لو مكنتش عارفة خالص. بس برضه ما انساش اسئلة فاضية، يعني حاول بقدر الامكان تعمل عصف ذهني كده للدماغ، هيطلع كل الاجابات ان شاء الله. فهنراجع كأننا بنبتدي من اول جديد. لا ان شاء الله هنلاقي وقت بإذن الله. يعني اهم حاجة وانت في الامتحان ما تفضلش كل شوية، ما هي المراجعة ان شاء الله هتخلي بالك ان انت في اسئلة ممكن ما تكونش واخد بالك منها فعلا. في يعني كنت انا فعلا كنت بسيب نقط في سؤال، مش ان انا سايباها او ناسيها، ما كنتش باخد بالي منها اصلا من كتر ان انا كنت ببقى قلقانة وعايزة اخلص بسرعة. فلا، محدش بيجري ورايا، انا معايا وقتي، ماليش دعوة باللي بيخلص ويمشي ويسلم، ماليش دعوة بيه. ما توترش، هراجع وكل كده بالقلم كده على كل نقطة، امشي واحدة واحدة كده معاها واشوف اجاباتي اقراها، او ممكن تكون قراية سريعة بس هقراها، ولو في حاجة جديدة هضيفها عليها هضيفها. تمام، لا مش عارفة، دي حاجة تانية. ان شاء الله هنعرفها بإذن الله، نذاكر كويس بجد، مفيش حاجة اسمها مش هنعرفها. ما هو اكيد مش جايبين سؤال بره المنهج، اكيد جوه المنهج بس بين السطور كده زي ما بيقول. فاحنا لما نيجي نذاكر هنذاكر تركيز. او وموضوع الغش بقى، موضوع يعني ما يغركش اللي بيغش، ما يغركش. ليه بقى ما يغركش؟ لأن ده واحد بيسرق بيجيبوا مجاميع. تمام، حلو قوي. طب ثواني هجاوب عليك يا زهراء، بس ثواني هخلص بس النقطة دي. لأن هو اتعود يسرق، يعني لو واحد طبيب كلية صيدلة مثلا ودخل ويغش، صح انك مقتنع ان انت تستاهل المجموع ده فعلا. بس في حاجة تانية، لو مهندس اتخرج من كلية هندسة وهو فعلا متعود على الغش،
ايه مصير الناس بعد كده؟ هيبقى مهندس فاشل صح؟ هيبني مباني تقع. لو دكتور